السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أبناء الطلاب في الصف الرابع الابتدائي. تعالوا كده مع بعض نلم الأسئلة اللي موجودة على الوحدتين يونت 3 and 4 من كتاب جيم الأضواء. هنتدرب على أسئلة على الوحدتين دول. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لسون 1 من يونت 3، الدرس الاول من الوحده الثالثه. هناخد مع بعض كده السؤال اللي هو بيقول لي read and match A with B. بيقول لي هنا tomatoes have، tomatoes لديها، عندها ايه؟ seeds inside، بذور بالداخل. طب how do، how يبقى ده استفهام، يبقى ادور على طول على ايه في الجهه الثانيه، علامه استفهام فين؟ اهي. طب غير ان هي اهي، بيقول لي هنا how do we، we دي الفعل، بدور على الفعل grow tomatoes، ازاي احنا او كيف احنا بنزرع الطماطم. طيب plants need water، need water بتحتاج المية، to يبقى دايما بدور على to grow لكي تنمو. the roots الجذور، grow بتنمو، بتنمو الجذور فين؟ under the soil تحت التربة. طيب تعال نشوف الترتيب reorder. بيقول لي هنا عايزني طبعا بعرف لو هي مش تحتها خط، بعرفها بان هي الحرف الكابيتال. بيقول لي هنا our tomato، طماطم بتاعتنا مالها؟ are، بتكون growing plants، تنمو، بدأت يبقى فيها ايه؟ نمو النباتات فيها. طيب عندي هنا why، أداة استفهام اهي، عشان في هنا كمان علامة الاستفهام. why the tomatoes، ليه الطماطم are بتكون green، خضرة. طيب اللي بعدها the roots، الجذور، الجذور مالها؟ grow، بتنمو فين؟ under the soil، التربة. الالف واللام اللي موجودة في كلمة التربة اللي هي the soil. طيب تعالوا كمان نشوف البنكتويشن. هنا بيقول لي ايه؟ اول حرف بيبقى كابيتال، وفي الاخر ده اداة استفهام، يبقى لازم في الاخر احط كويتشن مارك، علامة الاستفهام. what is it dad، ده ايه ده يا بابا؟ بيقول له كده. طيب عملنا ايه؟ الحرف اول حرف كابيتال وفي الاخر كويتشن مارك. طيب تعالوا بقى نبدا ندخل في ليسون 2. ليسون 2 تعالوا نشوف الاسئله برضو اللي عليه نفس الجزئيات دي، هنبدا نحلها في الدرس الثاني من الوحده الثالثه. سؤال الاختياري بيقول لي هنا كاشيا تري جروز ان نقط ات دازنت نيد ا لوت اوف، لو انا مش عارفه انها بتنمو في البيئه الصحراويه، بيقول لي هنا دازنت نيد ا لوت اوف ووتر، ما بتحتاجش ميه كتير. ان هي المنطقه اللي ما بتحتاجش ميه كتير الايه؟ الديزرتس، الصحراء. طيب ذا سان فلاور اللي هو نبات عباد قرص الشمس، از ذا نقط فلاور، قال لي از ما دام عندي ذا، يبقى على طول هنا ايه؟ صيغه التفضيل. احنا قلنا ان ذا زائد الصفه ومشبوك في الصفه دي اي اس تي، يبقى ده على طول ايه؟ تفضيل. طب هنا في ايه؟ ادي ذا، بيبقى على طول ادور على ايه؟ اي اس تي، اهي هيفيست فلاور، اتقل ورده. طيب read grows نوع من انواع النبات، grows ينمو near the نقط، it needs a lot of water، ده بقى النوع ده ماله؟ بيحتاج a lot of water، كثير من الماء، يبقى على طول ايه؟ بينمو فين؟ في rivers، عند الانهار، جنب الميه برضو. طيب crocodiles are، ها are ايه؟ انا عندي هنا than، وقلنا الصفات المقارنه، لما اجي بقارن بين حاجتين، لما اجي اعمل مقارنه بتبقى عامله ازاي الصيغه بتاعتها؟ قال لي بتبقى الصفه بضيف لها اي ار زائد زان. امال امتى بقى هنا دينجرس دي؟ قال لي لا، ده دينجرس دي صفه فيها حروف كتير، ما ينفعش ازود لها حروف كمان احط لها اي ار، امال هنعمل ايه؟ قال لي لا، ده احط لها كلمه ايه؟ مور زائد الصفه زائد زان، تبقى هنا ايه؟ هختار عندي زان، يبقى اختار لها ايه؟ مور دينجرس زان، اكثر خطورة من السمك. زي هاف شوب شارب تيس، عندهم اسنان حامية، شارب يعني حامية او شديدة. طيب تعالوا نشوف الترتيب، هيبقى هنا ايه؟ ويتش اداة استفهام، يعني اي ويتش فلاور، على بعضها دي كلها اداة استفهام، اي وردة ويتش فلاور، اي وردة ايه؟ ها عايز اقول الفعل المساعد، عندي از، ها is the heaviest، بتكون اتقل. طب هنا farmers المزارعين مالهم؟ grow بيزرعوا، food for us الطعام، for us من اجلنا. طيب roses اللي هو الـ 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 الوردي ماله؟ are
ليه اخترت ار؟ لان هنا روزز جامع اخرها اس الجامع، لازم نبقى لمحين روزز اخرها جامع يبقى تاخد ار. ار اهي، يبقى دي صيغه تفضيل. ار عندي بوست اهي، ذا موست كالرفول فلاورز، هي اكتر الورود ايه ملونه. طب تعالوا نشوف البنكتويشن. ها التي كابيتال، الكابيتال فين اهي، اكتب التي كابيتال فوقها اهي وارجع اكتب الجمله هنا تاني. ها ذا سان فلاور از ذا هيفيست فلاور، دي جمله عاديه فبحط لها الفول ستوب اللي هي النقطه في اخر الجمله. طيب تعالوا مع بعض بقى ندخل في ليسون 3، اسئله الليسون 3 من الوحده الثالثه، برضو هناخد الجزئيه بتاعه التوصيل. بيقول لي هنا فارمرز المزارعين يوز رين ووتر، بيستخدموا ماء المطر تو لايه؟ انا عايزه بعد هنا تو عايزه ايه؟ عايزه فعل ووتر ذا بلانتس، بيروم النبات. طب هنا زي يوز بلانتس، بيستخدموا بلانتس النباتات ها تو يوز، بيجي معاها تو يوز بلانتس تو ميك ذا لاند جرين، يخلوا الارض ايه خضراء. طب هنا الرقم ده از ريد از، بيتم قراءته كايه؟ 100 مليون، اسمه ايه؟ 100 مليون. طب هنا ماي فاميلي didnt like، انا اسرتي ما بتحبش ايه؟ ما بتحبش ايه؟ ذا بولايتد اير، الهواء الملوث، اند نويز، والضوضاء. تعالوا نشوف بقى الري اوردر، بيقول لي هنا ايه؟ فارمرز المزارعين جرو، بيزرعوا اورنجز اند ليمونز، بيزرعوا ايه؟ البرتقال والليمون. طيب عندي كمان ايه؟ هاو دو فارمرز ووتر ذا سيدز، ازاي المزارعين بيروا البذور، وكوتشب مارك في الاخر. طب هنا they used the rain water، بيستخدموا ماء المطر تو لكي ووتر ذا سيدز، يروم البذور. طب المكتويشن ال ال كابيتال لوكاس lives on the farm، بيعيش في المزرعة with his mom and dad، بيعيش في المزرعة مع مامته وبابا، وحط في الاخر الفول ستوب بس كده. تعالوا على الدرسين الرابع والخامس من الوحدة الثالثة، بيقول لي ذا سيد جيرمينيتس، البذور مالها؟ بتنمو and it starts، وبتبدأ to grow roots، تنمو ايه؟ الجذور under the soil، تحت الايه؟ التربة. the shot grows، shot دي اللي هي ايه؟ الفرع او النبتة الصغيرة كده اللي بتطلع. the shot grows above فوق the soil التربة. ancient Egyptian المصريين القدماء made sandals، صنعوا ايه؟ اللي هي الصنادل. وايه كمان؟ from papyrus من الورق البردي، papyrus ورق البردي grows in the، بينمو ايه؟ في نايل دلتا، في دلتا النيل. الترتيب papyrus ورق البردي بيكون is a very special plant، بيكون نبات، بيكون نبات مميز. طيب تعالوا بقى نشوف ذا بلانت، النبات grows ينمو، بينمو ايه؟ leaves بينمو في الاوراق بتاعته بتاعت الشجر، and flowers والازهار او الورود. طيب where اين؟ where does، انت تفهم فعل مساعد does، ها بعد does الفاعل ذا بلانت، where does ذا بلانت النبات grow أين ينمو النبات، وفي الآخر كوتشن مارك. طيب عندي هنا البنكتويت علامات الترقيم، علامات الترقيم إيه؟ الكابيتال، إيه الفول ستوب، الكوتشن مارك، إيه أي أسامي إيجيبت، دميطة، ألكسندريا، كل أسامي البلاد والمحافظات كابيتال، أسامي البني آدمين كابيتال، أول حرف دايما في كلمة كابيتال. طب هنا إيه؟ الدبليو هنعملها كابيتال. واي دو فارمرز جرو سان فلاورز، ليه المزارعين بيزرعوا قرص الشمس، وفي الآخر كوتشن مارك. طيب احنا كده خلصنا يونت 3، تعال بقى ندخل على جزئيه المراجعه اللي على الوحده الثالثه ككل. بيقول لي هنا ايه؟ جايب لي هنا اختياري، فبيقول لي ذا جريف الزرافه از ذا بعدها صفه فيها ايه؟ اي اس تي، يبقى تولست اطول الحيوانات، قلنا صفه ايه؟ تفضيل. انا عندي نوعين، تفضيل ومقارنه. طيب انا عندي هنا زروت الجذور grows مالها؟ بتنمو فين؟ under جذور تحت الارض، يبقى under the soil. طب هنا farmers المزارعين work in the، بيعملوا فين؟ agricultural habitat، بيعملوا في البيئة الزراعية. the sunflower
is the ها مالها heaviest. ليه؟ عشان انا عندي هنا زي الصفة اللي بعدها فيها ايه city. طيب تعالوا كمان نشوف بقى هنا التوصيل، بيقول لي my grandparents اللي هم الاجداد اللي هم الجد والجدة، لان هنا جا معايا used rain water بيستخدموا ماء المطر ل to water the seeds عشان ايه يروم البذور. the planet root جذور النبات مالها grow under the soil بتنمو تحت التربة. the rose is taller اللي هو الوردي is taller than the daisy بيقارن بالنوعين من النبات عشان عندي هنا اي ار وزان يبقى دي مقارنه. طيب ها هقول but ولكن the daisy اهي ما نفس الكلمه نفس نوع النبات is more colorful بيبقى اكثر ايه ملونا عنه. طيب tomatoes are green before they are red بتبقى لونها اخضر قبل ما تبقى ايه لونها احمر. تعالوا نشوف الريوردر ترتيب هيبقى ايه. the sunflower is اللي هو قرص عباد الشمس بيكون the biggest flower اكبر الورود. طب هنا farmers work بيعمل farmers المزارعين بيعمل work in في the agricultural habitat في البيئة الزراعية. طب هنا planets النباتات water plants need هتبقى بالنباتات بتحتاج water الماء and sunlight الماء والضوء الشمس. طب البانكتويشن هيبقى هنا اول حرف عندي موجود كابيتال اوريدي، عندي هنا ايجيبشن هتبقى الاي كابيتال عشان دي اللي بيتكلم عن مصر. انشنت ايجيبشنز اللي هي المصريين القدماء يوزد ببيريوس استخدموا ورق البردي تو ميك بيبر، ودي في الاخر فول ستوب لان دي جمله بخبر بيها بشيء ما هياش سؤال. خلصنا مع بعض يونت 3 حلينا الاسئله باجاباتها مع بعض عليها. طيب هنبدا في يونت 4 هنحل برضو درس مع بعض. اول درس ليسون 1 في يونت 4. طيب هنبدا نشوف هنا السؤال بتاع التوصيل اللي هو ماتش، بيقولي سام بيبل ليف ان اتنت بعض الناس بتعيش فين في خيمه. طيب this home هذا المنزل is made of cloth يبقى التنت بيبقى دايما مصنوع من ايه من الكلوث الملابس. طيب my friend صديقي او صديقتي lives in a houseboat في القارب المائي. she loves living on water بتحب تعيش فين في الميه. طيب يبقى الهاوسبوت يبقى بتحب تعيش في الميه. طيب هنا ايه يعني ايه ده يا مس ساره؟ يعني انا كاني حوار ما بين علي مثلا ومحمد، بس بدل ما اذكر الاسامي بقول ايه وبي، يبقى على طول حتى لو انا مش فاهم ادا ايه يبقى ادور هنا على ايه على بي. طب لو عندي A و B متكررة هنا 2 A مثلا وهنا 2 B هعرفها منين؟ اهو which is your favorite room بيتكلم عن ايه؟ عن الحجرة المفضلة عندك. يبقى هشوف هنا for me it is the living room يبقى ذاكر لي هنا الحجرة، يبقى room و room يبقى هنا مذكور ايه الحجرة المفضلة اللي هي living room. طب هنا I can relax اقدر استريح and do my homework in the bedroom اقدر استريح فين؟ واعمل واجبي في حجرة النوم. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده اللي هو الريوردر، بيقول لي هنا ايه هيبقى لوك انظر لوك ايه ات انظر الى دايما تيجي لوك ات بيجي مع حرف الجر ات لوك ات اور لافلي لافلي ايه بقى نيو ابارتمنت بص كده على الشقه الجميله بتاعتنا. طيب هنا كان يو دايما اما يبقى عندي سؤال ما هوش بادئ بدات استفهام بادئ بفعل مساعد على طول زي كان هنا بيبقى معناه هل حتى لو كان معناه ايه يبقى هل تستطيع كان معناه يستطيع يبقى هل تستطيع can you help تساعد me تساعدني organize the kitchen انظم المطبخ organize يعني ينظم the kitchen المطبخ. طب هنا my aunt عمتي ها moved to انتقلت الى a new apartment شقة جديدة. طب هنا T capital علامات الترقيم بقى بنكتويت يعني علامات الترقيم T capital they have a big balcony وفي الآخر الفول ستوب. listen to درس التاني من unit 4 تعالوا كده مع بعض. بيقول لي حوار ما بين A و B فبيقول له نقط is the park it's behind the office يبقى بيسأل عن المكان يبقى where is the park أين الحديقة it is behind the office هي خلف المكتب. طيب there is a table on the balcony. طيب the hospital is المستشفى بتكون between ليه اخترنا between عشان جايب لي هنا ادا شوبينج مول ادا مكان وذا بارك مكان وبينهم اند مكانين وبينهم اند يبقى اختار between يبقى بين المستشفى دي ما بين
شوبينج مول، مول التسوق والحديقة. طيب the tent is الخيمة بتكون next to بجانب the car السيارة. طيب تعالوا نشوف الماتشنج اللي هو التوصيل. بيقول لي هنا ايه؟ we live in a village، احنا بنعيش في قرية. next to بجانب the Nile، بجانب النيل. طيب ايه اهي؟ where is the supermarket؟ على طول مفيش غير هي بيها. it is next to، هو بجانب. اين السوبر ماركت؟ هو بجانب the post office، مكتب البريد. the bank house، المنزل البنبة. is between، يبقى على طول عايزة ايه؟ مكانين وبينهم and، هتبقى the red house and المنزل الاحمر and the yellow house والمنزل الاصفر. the shopping mall، مول التسوق. ماله؟ is the place، هو مكان. where we buy clothes، المكان اللي بنشتري منه الملابس. طيب reorder، which house، اي منزل على بعضها بقى، دي تعتبر اداه استفهام. which house، اي منزل. ماله؟ does، فعل مساعد. ها عايزه ايه؟ الفعل زين. does زين الفعل بقى. live in، بيعيش فيه، يبقى اي منزل زين بيعيش فيه. طيب عندي هنا the couch، ماله؟ is in، بيكون في the living room، اللي هي فين؟ اللي هي الكوتش دي، اللي هي الأريكة، بتكون موجودة في حجرة المعيشة. طيب اللي بعدها هتبقى we can buy، احنا نحن نستطيع شراء food، الطعام، at the supermarket، من السوبر ماركت. طيب سؤال البنكتويشن، هنا الدبليو كابيتال عشان في أول الكلام، وفي الآخر ده كوتشن مارك، فيبقى سؤال where is it، أين هو؟ يبقى في الآخر كوتشن مارك، علامة الاستفهام. طيب الدرس الثالث lesson 3 هنبدأ نحله. بيقولي the hospital is on the corner، في الجانب، يبقى المستشفى تكون في الجانب. go straight and turn left، احود شمال، امشي على طول واحود شمال. طب هنا نقط، يبقى go straight، امشي على طول ahead. the post office is on the left. طب عندي هنا، تعال نشوف السؤال اللي بعده. طب تعال نشوف بقى هنا الماتش، توصيل. my school is next، next عايزه ايه؟ to the shopping mall، لمول التسوق. طيب my dad's office، مكتب بابايا، is in front، in front دايما يجي مع حرف الجر of، ها of the hospital. where is the post office؟ اداه ايه؟ بدور على بي. it's on the corner، في الجانب. my house is between، between يبقى عايزه مكانين وما بينهم and، اهي the supermarket and the shopping mall. خلاص حفظنا بقى، من التكرار بيعلم الشطار. طيب my school is، مدرستي بتكون next، ها على طول بدور على حرف الجر to، next ايه؟ to the hospital. طيب نيجي بعد كده، يبقى مدرستي بتكون بايه؟ بتالي او بجانب المستشفى. هنا he likes، هو يحب، the summer very much، الصيف كثيرا جدا، very much يعني كثيرا جدا. طب هنا excuse بيجي معاها دايما ايه؟ me، excuse me، وبعدين الكوم على السطر يا اولاد. excuse me، where is، اين، the post office، مكتب البريد. البنكتويت، الام كابيتال عشان في اول الكلام. my friend شريف، هو شريف الاس عاملها لي كابيتال. lives on a boat، بيعيش في ايه؟ في قارب. طيب تعالوا بقى نشوف الاسئله على الدرسين الرابع والخامس. طيب بيقول لي هنا برضو توصيل، where is the hurghada، الغردقة بتكون فين؟ ادا هنا ايه وايه، زي ما قلت لكم ممكن نلاقي اتنين بي. طب نجيب where is the hurghada، طبعا مش معقول دي، ها هتبقى ايه؟ it is in the east of Egypt، هي في شرق مصر. طيب I live in a city، انا بعيش في مدينة called hurghada، بتسمى الغردقة. number 3 بيقول لي how many people live there، عدد الناس اللي بتعيش هناك، هيبقى about 190,000 people. طيب عندي tourists can go on safaris، السياح ممكن يذهبوا في اللي هي رحلات السفاري، فين بقى؟ in the Sahara desert، في الصحراء الكبرى. طيب تعالوا بقى نشوف الريوردر، هتبقى هنا ايه؟ I live، انا اعيش، in، في، a city، مدينة called hurghada، اسمها الغردقة. how many، كم عدد، people، الناس، live، بتعيش، in hurghada، في الغردقة. ساحل حشيش، مكان اسمه كده ساحل حشيش، ماله؟ has some interesting bazaars، في ايه؟ اماكن حلوة للبازارز، اللي هي التسوق يعني او الهدايا.
طيب تعالوا بقى نحل على يونت 4 ككل بقى. فهنا بيقول لي ايه؟ ذا سوبر ماركت از اون ذا كورنر ذا هوسبيتال، اللي هو السوبر ماركت بيكون في الجانب. ذا هوسبيتال از، المستشفى بتكون، ها عندي مكانين وما بينهم اند، يبقى بتوين ذا شوبينج مول اند ذا بارك، بختار على طول بتوين. وي واتش تي في توجذر، بنشوف التلفزيون معا مع بعض يعني. ان ذا، بنشوفه فين؟ في الليفينج روم، حجرة المعيشة. ذا شوبينج مول، مول التسوق، از ذا بليس، هو مكان، وير اي باي كلوثز اند شوز، بشتري ايه؟ ملابس واحذية. طيب تعالوا بقى نشوف برضو الماتشنج، التوصيل. وير از ذا بوست اوفيس، ادا ايه؟ بدور على بي، ات از نيكست تو اور هاوس، بجانب ايه؟ منزلنا. اي كان ريلاكس اند دو هوم ورك، اقدر استريح واعمل الواجب فين؟ ان ذا بيدروم، بدل في استريح ريلاكس يبقى في البيدروم. طيب وي جو تو ذا هوسبيتال، بنذهب للمستشفى. وين وي فيل سيك، ما بنشعر بايه؟ بالمرض. وي كان باي فود، بنقدر نشتري الطعام، از سوبر ماركت، من السوبر ماركت. تعالوا بقى نشوف الري اوردر، هتبقى هنا ويتش روم، اي حجره، قلنا دي على بعضها تعتبر ايه؟ اداه استفهام. ويتش روم، ويتش كلاس، هاو لونج، هاو مي، كل دي تعتبر على بعضها بتيجي أداة الاستفهام، وبتاخد اللي جنبها تبقى يعتبروا مع بعض على بعضهم ايه؟ أداة استفهام واحدة. ويتش روم، أي حجرة، ها از يور فيفورت، بتكون المفضلة بتاعتك. طب هنا وي باي فود، بنشتري الطعام، ات ذا سوبر ماركت، ات يعني مكان صغير فبجيب قبليه ات، لكن لما يكون مكان كبير بجيب قبليه ان، حرف جر يعني. طب انا عندي هنا I live، انا اعيش، in a city، في مدينة called، تدعى او تسمى، هرجادة، الغردقة. طيب هنا عندي البنكتويت، بنكتويت اللي هو العلامات الترقيم، هرجادة اسم الغردقة فلازم الاتش كابيتال، وبعدين ريد سي، الاس سي مكتوب الاس كابيتال، لكن هنا الار هنعملها كابيتال، وفي الاخر هو عامل لي الفلسطة. اخر حاجه بقى موجوده معانا في الكتاب، الجيم بتاع الاضواء، جايب لي هنا امتحان على اختبار شهر نوفمبر، تعالوا كده برضو نحله. ده هيبقى على الوحدتين الثالثه والرابعه. بيقول لي وي هاف ا بيج، وي هاف ا بيج ايه؟ نقط ان اور نيو ابارتمنت، في شقتنا الجديده عندنا ايه؟ نيو، ا بيج بلكوني، يبقى ايه؟ بلكونه كبيره في ان اور نيو ابارتمنت، في شقتنا الجديده. وير از، اين يكون ذا سوبر ماركت، وير از ذا سوبر ماركت. طيب ذا elephant از، الفيل بيكون هنا ايه؟ ذا بيجست، ذا والصفه فيها اي اس تي، يبقى بفضله عن كل الحيوانات، بعمل الحيوانات كلها، مش بينه وبين حاجه واحده بس. طب اكاشيا تري جروز ان ديزرتس، ات دازنت نيد ا لوت اوف ووتر، خلاص عرفناها بقى. طيب عندي هنا بقى نشوف برضو الماتشنج، فارمرز يوز رين، بتستخدم الرين ووتر، ماء المطر، تو يوزد تو، بيجي معاها تو، تو ووتر ذا بلانتس، عشان تروي النباتات. وير از ذا بوست اوفيس، فين مكتب البريد؟ ات از ان فرونت اوف، هو امام ذا سوبر ماركت، السوبر ماركت. اي ليف ان ا فيلج، انا بعيش في قريه، نيكست تو، بجانب ذا نايل، النيل، بلانتس ذات ليف ان ذا ديزرت، النباتات اللي بتعيش في الصحراء، مالها؟ دونت نيد ا لوت اوف ووتر، ما بتحتاجش كثير من الماء. الري اوردر، زي ورك اون، بتعمل في A tourist boat، قارب سياحي. طب هنا which plants، أي which plants، أي نباتات، ها grow، تنمو in the desert، بتنمو في الصحراء. farmers grow food، المزارعين بيزرعوا الطعام، for us من أجلنا، to eat عشان ناكله. طب هنا can السي capital، Can you see، هل تستطيع أن ترى، the leaves، أوراق النبات، and the flowers، الورود. هنا كما السطر أسامة، عمر، قبل ما بقول اسم ببقى إيه؟ قبل ما نادي على الاسم بحط قبليه إيه؟ كما على السطر، إيه هي الواو الصغيرة، الواو الصغيرة اللي على السطر اسمها كما، وهنا عمر ده اسم شخص فلازم الأو تبقى كابيتال. بكده نكون خلصنا مع بعض مراجعتنا على الوحدتين يونتس 3 and 4. دمتم في أمان الله.